طيب بعد ما خلصنا من الارتكلز بيج جوا الادمن او الداشبورد بتاعتنا هني نكريت الابروف بيج او الشو ابروف اللي بتصير للارتكلز الان ابروفد. اوكي حاجه استعمل نفس الفانكشن دي زي ما قلت يا جماعه احنا ما هنتعب في الكود بتاعنا كتير. اوكي فحاجه اقول ادمن نقول articles نسميها unapproved article unapproved article. اوكي وهنا هنسميها article مثلا نفس الفكرة unapproved article ده هو في اللينك عارف انه اللينك طويل شوية بس ما مشكلة في الـ articles هنا او في الـ html هنسميها unapproved. اوكي ونجي نعمل copy هنا لدي ونعمل لها paste هنا تمام. طيب في حاجة مهمة احنا نسيناها في المرة اللي فاتت ما خدتنا الرولز بتاعتنا اللي هي is admin لانه اي صفحة في الداشبورد ما عاوزين يوصل لها اي يوزر تاني الا يكون ادمن. اوكي تمام بعد كده نيجي نعمل التيمبل بتاعنا اللي هو هنعمل دوبليكيت بس لل ادمن ارتكلز. اوكي وهنشيل الديليت بوتون كل اللي هنعمله تغيير هنعمله هنا هيكون برايمري حاجة اقول approve. اوكي تمام هيعمل سيف هنا تمام اي اعمل لها ماب بعد كده نجي للموضوع بتاع الداتابيز بتاعنا. اوكي اقول url underscore 4 اوكي تمام اعمل ريلود هنا. اوكي هي دي الابروف تمام ظهرت معانا صفحة الابروف بعد كده هنجي نشوف ايه الداتا اللي حتظهر هنا وايه الداتا اللي حتظهر في الارتكلز هنا تمام. طيب زي ما ذكرنا خلينا نرجع لداتا اي بي اي لما كريتنا الشو ارتكلز انه الاستعلام ده نحنا هنبدا نغير فيه في مرحله ما فالارتكلز اللي عاوزينها تظهر هي الارتكلز الابروفد تمام فهنجي نغير في الاستعلام ده نخليه من زيرو تمام الشرط بتاعنا وير ابروف ايكوال تو زيرو لا عاوزين الابروف بتاعتنا تكون ايكوال تو 1 هنعمل كوبي للفانكشن دي. اوكي نعمل لها بيست هنا هنيجي نقول شو ان ابروفد ارتكلز نعمل لها كوبي وهنا هتكون عباره عن شنو زيرو تمام تمام نمشي للاب وهنا بدل شو ارتكل هنيجي نقول شو ان ابروفد article هنيجي نعمل لها import تحت الشو article مباشرة اللي هو هنا بيست تمام. اوكي كله في سليم نشوف التيرمينال تمام. طيب بعد كده نيجي نشوف هل عندنا approved article ايوه عندنا approved article تظهر معانا هنا وتظهر معانا في صفحة الارتكلز تمام. اي ان approved articles بتظهر معانا وين تظهر معانا في الان approved page تمام. اوكي نلتقيكم في الدرس القادم.